لك ايش عم تعمل؟ لك ايش عم تعمل؟ لك اذا بدك تبقى هيك بتروح اللحمه الكويسه تبع الخروف الضاني وما بيبقى في وجهنا الا لحم الاناث والتيوس الكبيره. معلم انت كل مره بتقلي دير بالك على الزبون واعطيه احسن شقفه بالشقه. هذا الكلام مشان تحسين البازار وتطمين الزبون. لك يا ابني ثلاث ارباع الزباين ما بيفهموا في اللحمه. انت اول شقفه بتقطعها تكون شقفه كويسه، ما بتشلفها في الميزان، بتشلفها على الفرن. بعدين بتشيل من تحت الطاوله اللحمه المو كويسه بتحطها فوقها وبتفرمهم سوا، بيختلط الحابل بالنابل بتطلع كلها لحمه كويسه. فهمت؟ الا كل يوم بدي افهمك. بس والله يا معلمي ما عم بيطاوعني قلبي. لا اخو انا كمان ما بيطاوعني قلبي، بس اذا بدي اسمع لقلبي منموت من الجوع انا وياك. لك الايد يلي تعلمت على ذبح الخروف لازم تتعلم على ذبح الزبون حتى ما تندبح. فهمت الا ما فهمت؟ فهمت. بعدين الرجال الله خلقهم بفرقوا ما بين المره الصبيه والمره الختياره، بس القصاب المنيح والكويس ما لازم يفرق بين الغنم الصبيه والغنم الختياره. لك ابني هدول كلهم خلقت الله. فهمت الا ما فهمت؟ الله فهمت. ويلي ما بيفهم ايش بيصير فيه؟ بيندبح مثل الخروف. يلا لاشوف. فرجيني همتك وشغلك، راي اعمل لك امتحان. وقف عندك، كني ما راي تفهم انت. هذا حق ساطور افرمك فرم؟ والله فهمت يا معلمي. لك لا ما فهمت. اذا اجا واحد وكان حربوه وبده يشتري لحمه ووقف هون، شلون بدك تلعب عليه؟ شلون؟ شلون؟ شفت انه ما فهمت؟ خيوب تفتح معه حديث ما له طعمه. بتطلع هيك في الحارة وبتشاور لواحد لا على التعيين مشان تلفت انتباهه، أو بتصح له بكري بكري بكري، بيلتفت لهنيك. أنت إيش بتعمل؟ بتكون شلت الجراميط وحطيتها ولعبت لعبتك. فهمت إلا ما فهمت؟ والله فهمت. وأحسن زبونات القصاب يا ابني يا عبد الله هو الزبون يلي بيبعت ابنه الصغير ليوصي على لحمة وبيبعت معه المصاري. ساعة القصاب بيرتاح وبيلعب لعبته على كيفه. وفي مثل بحارتنا بيقول القصاب اللي ما بيغش لحمة بيته مو قصاب. ايش بيكون لكان معلمي؟ بيكون يا ابني من اولياء الله الصالحين. لك ابني نحن بدنا نغش، بدنا نغش. اي ولك اي. شلون شفتني معلم؟ فهمت الا ما فهمت؟ والعمل يضربك ضرب. ولك قلت لك العب لعبتك مع الزباين مو معي. ولا السلام عليكم معلم ابو الروس. اهلين عنزو، شلونه ابوك؟ ان شاء الله تمام الحمد لله، تحسن اكثر من الاول وقال بكره بده ينزل على المسواق يبيع الغنم اللي عنده. ايه كثير كويس. بتقول له لابوك بكره ابو الروس من طلعه الضوء نازل على المزاد وبيشوفك هنيك. فهمت الا ما فهمت؟ فهمت معلمي خاطره. مع السلامه خيو. الله يخليك لا تواخذني معلم، والله خليت لهذيك الضربه من غلاوه الروح. هي رقبتي ضروب. خلص هالمره عفو. بالله يضروب. ايه ثاني مره لبقى تعيدها بفرمك وبزتك مع اللحمة الوسخة. أمرك معلم. عبد الله. نعم معلم. اترك كل شيء من إيدك تعال عندي لأشوف. مور معلم. بتسكر الدكانة وبتروح على دكاننا بالكلاسة، دكاننا بالشعار، وبتقول للصنايعية بكرة يلاقولي على المسلخ وهني مسلحين. ليش في شي معلم؟ ايه في شي. وانت اولهم. وانا اولهم بس في شي يعني؟ عم بقول لك في شي، واذا بقى بتسأل بدي اقلعك كف ما اخليك تشوف طريقك. ها شلون ابو الروس؟ شلونك شلون علمي؟ شلونك شلونك؟ لك علينا هبلي، وينك؟ ليش ما جيت لعندي من زمان لحتى اشوف طلتك البهية؟ البهية اتجوزت. ما جيت عندك، ما جيت عندك، انه ما كنت جوعان، ما كنت جوعان. هلا؟ هلا جوعان جوعان، الخابي الخابي عم تخول فاضي فاضي فاضي، جوعان جوعان، انت لسه ما بتعرفني ما كنت جوعان، ابو. سمعان لك عبد؟ هبلي بضيافتك ها بدي تكرمه. ايش بدي اساوي له يا معلم؟ الدنيا المسا وخايف ما الحق اخبر الشباب. لك خيو اذا نارك شاعله شوي له سيخين لحمه، واذا مي شاعله ليله قرصين لحمه على الببور على نيه التوفيق. والشباب بتمر لعندهم على بيوتهم واحد واحد اذا المحلات مسكره. يعني معلم ما خرج قبل اليوم يقضيها خبز حاف؟ اي والله بكره بساوي له احلى سيخين كباب. ايش حاف ايش حاف؟ ما بحسن ما بحسن. ايوه ايوه ما بحسن ما بحسن. طاوي طاوي ما بحسن. لك ما قلت لك كرمه لهبلي على نيه التوفيق؟ لا بكره عنا يوم صعب والله يستر. سمعت سمعت سمعت، بكره بكره يوم يوم صعب، اذا ما طعمتني لحمه ما طعمتني لحمه بكره.